كنا خلاص يعني انت من ضمن الناس الاساسيه وفوجئنا بالاصابات. طمنا عليك دلوقتي وطمنا ازاي وصلت للفورمه ديت وازاي بدات. والشناوي بيتكلم الفتره الصعبه اللي بعد ما رجعته للتدريبات ازاي بتشتغلوا فيها واستعداداتكم بقى لاستئناف الدوري عامل ازاي؟ ما فيش طبعا يعني الفتره اللي فاتت دي كانت صعبه طبعا على مصر كلها مش على لعيبه الكوره بس. احنا ما كناش متعودين ان احنا نقعد الفتره دي كلها من غير تمرين ومن غير كوره ومن غير ماتشات. فاثرت جدا علينا وطبعا يعني حضرتك عارف القعده في البيت طبعا دي حاجات طبعا صعبه جدا. كنتوا بتعملوا ايه؟ بتقعدوا في البيت تعملوا ايه؟ ما بنلعب مع الاولاد بقى يعني بنقضي الوقت معاهم بنتمرن في البيت حاجات. بس برافو عليكم يعني انا شايف يمكن ما فيش يعني ولا لا ما فيش ولا نزلوا خلال الاسبوع لا 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 ما فيش كنا بنتمرن على طول برافو عليكم على طول كنا بنتمرن يعني يوميا. وكان في متابعه طبعا من المدير الفني ومن الجهاز طبعا معانا برنامج بنعمله كل يوم والاكل طبعا كنا محافظين على الاكل. طبعا فتره كانت صعبه الحمد لله ان هي قدرنا نعديها وقدرنا نرجع واحده واحده وان شاء الله نرجع تاني. الفتره اللي فاتت قبل كورونا انا كنت الحمد لله ماشي بصوره كويسه. بدات ان انا اطور واشتغل على الحاجات اللي ناقصاني بمساعده طبعا مستر فايلر. دي كانت تعليمات عمرو يعني من فايلر. احنا شفنا ما شاء الله 8 اللي هو الرقم 8 البوكس تو بوكس عاملها على اعلى مستوى وبتتقدم وبتجيب اجوال. انا عارف دي طبيعتك في جزء من يعني مرحله من المراحل يمكن قلت شويه بسبب الاصابه. فدي كانت تعليمات واضحه من فايلر انك تكمل ولا بطبيعتك انت بدات لما الواحد بيحس انه بيزيد وبيحس انه فايق بمعنى صاحب لغه الكره انت بتعمل القصه دي لوحدك يعني؟ لا هو مستر فايلر من اول يوم جه فيه هو بيطلب من اللعيبه كلها ان هي تكمل واللعيبه كلها لازم تهاجم واللعيبه كلها لازم تدافع في نفس الوقت. ما عندوش حد اللي هو بيعمل حاجه واحده بس لا انت لازم تعمل الاثنين عشان تبقى موجود في الملعب. انا بدات اشتغل على الناحيه الهجوميه بدات ان انا اكمل افكر ان انا اجيب جوان اكتر اعمل جوان. دي فرقت معايا طبعا ومع التمرين طبعا الحاجات دي بتزيد. طيب شناوي انت لسه مجدد عقد